السلام عليكم. تضارب حول حجم وعدد المقاتلين المنسوبين لتنظيم الدولة في ليبيا، فبينما روجت تقارير صحفية واستخباراتية لوجود حوالي 6000 مقاتل منتسبين لتنظيم الدولة، يصرح محللون مستقلون ومسؤولون على صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية أن هذا التقييم مبالغ فيه، وأن عدد هؤلاء المقاتلين لا يتجاوز المئات. ليكون سؤالنا الرئيسي في هذه الحلقة: هل يحاول الغرب برأيك تهويل أعداد المنتسبين لتنظيم الدولة في ليبيا؟ فلنتابع معا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. تتضارب الأنباء حول عدد المنتسبين لتنظيم الدولة في ليبيا، فمن خلال متابعة الصحافة العالمية طيلة 3 أشهر لا تجد فيها تطابقا في أعداد هذا التنظيم ومنتسبيه، لتصدر صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية تقريرا يستند على آراء خبراء عسكريين مستقلين تركز حول تقييم عدد العناصر المنتسبة لتنظيم الدولة وخطرها على ليبيا. التقرير خلص إلى أن هناك تضخيما في تقييم الخطر من قبل عدة أطراف دولية ومحلية، حيث أوضحت أنه ثمة تهويل في تقييم أجهزة الاستخبارات الأمريكية لعدد مقاتلي التنظيم استنادا على معلومات استخباراتية مغلوطة. وذكرت الصحيفة أن تقريرا لوكالات المخابرات الأمريكية نشر في فبراير الماضي تحدث عن وجود ما بين 5000 إلى 6500 مقاتل منتسبين لتنظيم الدولة في ليبيا، في الوقت الذي قال فيه محللون مستقلون أن التقييم الأمريكي مبالغ فيه، مؤكدين أن عدد الموجودين في مدينة سرت لا يتجاوز المئات. وبين هذا وذاك يبقى المواطن حائرا متسائلا بين العدد الحقيقي لعناصر التنظيم وبين المصالح الأمريكية وراء هذا التهويل. تساؤلات تطرح: ما هو العدد الحقيقي لعناصر تنظيم الدولة في ليبيا؟ وما الهدف وراء تهويل الأعداد لمنتسبيه؟ لماذا الاستخبارات الأمريكية استندت على معلومات مغلوطة؟ وهل كشفت صحيفة الديلي تيليغراف مؤامرة على ليبيا من خلال تقريرها؟ ما مصلحة الاستخبارات الأمريكية في تهويل أعداد تنظيم الدولة في ليبيا؟ وهل المعلومات البريطانية أكثر دقة من المعلومات الأمريكية؟ نظرة الغرب لتنظيم الدولة في ليبيا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-0302، 021-362-0303، 021-362-0304، 021-362-0305. أهلا بكم من جديد. نظرة الغرب لتنظيم الدولة في ليبيا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام، ونبدأ النقاش مع المتصلين. معنا محمد من طرابلس. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أهلا بك محمد. يعني برأيك هل يحاول الغرب تهويل أعداد تنظيم الدولة في ليبيا؟ والله يا أخي العزيز، حتى نكون نحاكي الواقع، أعتقد أن المخابرات الأمريكية ليست وريدة الأمس حتى تعتمد على تقارير خاطئة أو تقارير صحفية. نحن نعلم جيدا المخابرات الأمريكية ودقتها، أكاد أجزم لك أخي العزيز أنها تعلم العدد وتعلم القيادات وتعلم أين توجد وتعلم، والدليل هي الضربة التي استهدفت مدينة صبرا. طيب، كانت جد دقيقة جدا جدا. طيب، لدرجة محمد لم تصيب حتى السكان المحيطين. نعم محمد، ولكن يعني الاستخبارات البريطانية والصحافة البريطانية، صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، قالت بأن أمريكا استندت على معلومات مغلوطة، كيف تعلق على ذلك؟ والله أعتقد أن ليس كل ما ينشر في الصحافة حتى ولو كانت بريطانية حتى ولو كانت غربية ليس صحيحا. أعتقد أن حتى ولو نشر هذا الأمر وكان بالفعل، الهدف منه أهداف أخرى،
هي التشويش على مواضيع أخرى، ولكن لا أعتقد أن المخابرات الأمريكية تستند على تقارير خاطئة. هذا الأمر أعتقد أنه ضرب من الخيال، لا أعتقد أن هذا الأمر هو الذي يحدث. نعم، أشكرك محمد من مدينة طرابلس، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى مصطفى من نالوت ووسام من بنغازي. أبدأ معك مصطفى، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، يعني برأيك هل ترى بأن الغرب يحاول تهويل أعداد التنظيم المتواجدين الآن في ليبيا؟ أولا أحييك وأحيي قناة النبع على هذه البرامج الهادفة. حياك الله. ثانيا فيما يتعلق بالإجابة عن سؤالك، أعتقد بل أجزم أن ما يسمى بتنظيم الدولة هي عملية استخباراتية غربية، الغاية والغرض منها هو إيجاد موطن للتدخل في ليبيا أو في أي دولة يراد التدخل بهم. فلو رجعنا إلى تقييم العناصر التنظيم، هم ضباط سابقين أو أفراد سابقين في أنظمة سابقة لدولة حدثت فيها ثورات. والحال كما هو معلوم لدينا أن كثير منهم منسوب للتنظيم، وخاصة في سرت تجد لها حاضنة، هم من ضباط أو بقايا كتائب ممزوجة ببعض العناصر المتطرفة، خاصة بعدما تدخل ما يسمى بأحمد قذافي الدم ووصف هؤلاء بالأنقياء وشجعهم. فهي عملية استخباراتية. أما عن أعداد التنظيم فهي محدودة جدا أعتقد، والكل تابع ما حدث في صبراتة. لم تأخذ العملية أكثر من 3-4 أيام رغم قلة الإمكانيات. نعم. وقلة العتاد. نعم، أشكرك مصطفى من مدينة نالوت، وأنتقل إلى وسام من بنغازي. مرحبا بك وسام. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسام، يعني هل ترى بأن الغرب يحاول تهويل وتضخيم أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ لا، هي تنظيم الدولة هو وراءها استخبارات إسرائيلية. وبالنسبة في ليبيا هو اللي يهول فيهم الإعلام أصلا، أولا يهول فيهم يكبر في الموضوع. هي سوريا أصلا في داعش أكثر من ليبيا، وداعش اللي في ليبيا قاعدين هنا يحكوا عليهم، هم الأغلبية هم أجانب، ما همش حتى ليبيين أصلا. وهنا في ليبيا صار يناصر فيهم توا حفتر. أنا أقول لك هذوما يدعم فيهم حفتر، لأن لما تصير هجمة. نعم. في مدينة طيب وسام حاجة. وسام نعم، دعنا من الجهة التي تدعمهم، وأبقى لنا في الموضوع، في صلب الموضوع. يعني صحيفة الديلي تلغراف قالت بأن عددهم لا يتجاوز المئات، والاستخبارات الأمريكية تقول بأن عددهم ما بين 5000 و6500 مقاتل. يعني هل ترى بأن الغرب يهول الأعداد لمصالح، يعني لصالحه هو؟ شيء طبيعي، هذا هم الغرب أصلا يهولوا فيها. هم الغرب اصلا يقولوا فيها باش هم اصلا يديروا، يقول لك تدخل عسكري، لكن ما فيش الكلام اللي يقولوا فيه هم في الاعلام الاوروبي عندهم. ما فيش، هم دروا ليبيا تو مصدر ارهاب، وما فيش الكلام هذا اصلا. هم كمشة قليلة جدا، لما طلعوا في صبراتها طلعوا عليهم بالثوار، يعني هربوا برا البلاد. نفسهم في دارنا. نعم. وهم قاعدين في سرت، حتى في سرت قليلة جدا، يعني الليبيين يقضوا بروحهم يطلعوهم برا البلاد. نعم، اشكرك وسام من مدينة بنغازي، وصلت الفكرة وسام، شكرا جزيلا لك. وأشكر كذلك مصطفى من نالوت، أشكركما أنتما الاثنان. أنتقل إلى محمود من مصراتة ومفتاح من طرابلس. أبدأ معك محمود، أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك فارق. محمود، يعني سؤالنا الرئيسي يقول هل يحاول الغرب برأيك تهويل أعداد تنظيم الدولة؟ أول حاجة رحيم وشكرا لك. لو تقف بمكان به تغطية. تنظيم الدولة إن شاء الله كي نشوف فيه والله لكن مبرر لانقلاب حفتر هذا اللي شوف فيها. محمود. ألو. محمود تفضل. يعني سألتك عن نظرة الغرب لتنظيم الدولة، هل تعتبر بأن الغرب يهول أعداد التنظيم في ليبيا؟ نعم الغرب يهول هذا. لماذا برأيك؟ لماذا يهول الأعداد ويضخم العدد الموجود في ليبيا؟ لماذا برأيك؟ تبرير لعميل حفتر، بالطبع دي تبرير لعملية حفتر، هو حفتر عميل أمريكي يعرف كل الليبيين، هذا ما أراه. إذن فأنت ترى بأن الغرب يدعم في حفتر. أشكرك محمود من مصراتة، وأنتقل إلى مفتاح من طرابلس. أهلا بك مفتاح.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بمفتاح. ننتقل إلى سليمان من مدينة مصراتة. أهلا بك يا سليمان. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليمان، يعني هل تعتبر بأن الغرب يحاول تضخيم العدد الموجود لعناصر تنظيم الدولة في ليبيا؟ هي طبعا هي حرب صليبية على ليبيا، حرب صليبية وعربية في نفس الوقت، ويهودية في نفس الوقت حتى هي. ويقول الدواعش أصلا ما فيش دواعش في ليبيا، هم هذول مرتزقة. شوف وجود أميان في سرت في صبراتة، كل هذا تعليمات من حفتر. واضح الكلام. نعم. وطبعا حفتر هذا كارثة، المنطقة الشرقية كارثة كبيرة راهو. طيب. لأنه هو قتل أبنائهم يا راجل، مشكلة هذه راهي. طيب، يعني هل ترى بأن للغرب مصالح يعني في ليبيا ليقوم بتضخيم هذا العدد؟ طبعاً طبعاً. ما هي المصالح التي تراها أنت؟ سوريا هذه ليش هم يدور في ليبيا بس؟ مصر، الأردن، الإمارات، الإمارات المجرمة هذه. هم يا رجل شوف أن في رأس السنة داروا احتفالية ويدقوا في 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 السوريين. يا رجل شوف السوريين وين حالا توا، ويديروا في احتفالات رأس السنة. نعم، أشكرك سليمان من مدينة مصراتة، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى مفتاح من طرابلس والذي فقدنا به الاتصال. أهلا بك مفتاح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفتاح، هل ترى بأن الغرب يحاول تضخيم أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ إيه أستاذي، أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دام إحنا ساكتين وما دام ما نتفاهموش بعضنا الليبيين، إحنا الغرب ما دام شبح نفط وشبح البلاد والليبيين ساكتين، حيخشوا وحيستعمروا زي يحقوا كلام المقبور وولده راهو. وإن شاء الله ربي يهني البلاد وعباده، ونقول الليبيين زي الشرق زي الغرب، ما تخلوش أمريكا تضحك عليكم وتخششكم بعضكم، ويا حفتر ربي يهديك وتطلع من بنغازي، وإن شاء الله ربي يهني البلاد. شكرا جزيلا لك مفتاح من طرابلس. انتقل الى عبد الله من بنغازي. اهلا بك عبد الله. الو، مرحبا يا سيد. مرحبتين عبد الله. يعني هل يحاول الغرب تضخيم اعداد تنظيم الدوله الموجودين في ليبيا؟ يا سيد اعطي فرصه. تو هالشماعه اللي ديما حفتر حفتر، ما عندهمش لسان من اهل حفتر يا اخي. لما طلع رئيس مجلس بلدي صبراتة وقلنا نحن في داعش، قال ما فيش داعش، وبعدها اعترف ان في داعش. العدد قليل كثير في دواعش. ربما كان لا يعلم، ربما كان لا، انا لا ابرر له اي شيء، ولكن ربما لا يعلم. لكن بعد احتل داعش صبراتة اعترف. هو كان مغلوب على امره. وبعدين اخي الاخ اللي تو قال حفتر يدمر في بنغازي، يا اخي جرفات مسرعته اللي دمر بنغازي يا اخي سليم. لا الغرب نحن ما نلوموش، كانوا عنده مطامع في ليبيا. الدواعش، انا لا اعتبر نفسي كمواطن فجر ليبيا داعش، الميليشيات في طرابلس داعش، كل طيب الاسلاميين. طيب عبد الله اذا كنت تسمعني. عبد الله تسمعني، انا فسحت لك وفتحت لك المجال لتتحدث عما تريد، اما الان اريدك ان تتحدث في موضوع الحلقه. تحدث لي، هل ترى بأن الغرب يضخم أعداد تنظيم الدولة في ليبيا؟ أنا قلت لك الغرب حتى لو يضخم الأعداد فيه كثيرة قليلة، لكن أنا التقديرات الأولية أنهم بالألف، خمسة ستة يزيدوا كل شوية، لكن في دواعش، في سرت محتلة داعش، صبراتة فيها داعش، طرابلس فيها داعش، عندنا هنا داعش، أعدادهم كبيرة يا سيدي. ما يقولش لا فيه، هذه شماعة من حفتر والله. هذا كلام فاضي يا أخي. طيب. يا أخي أشكرك عبد الله من بنغازي. شكرا لك عبد الله من بنغازي. انتقل الى عبد الحكيم من طرابلس. مرحبا بك عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الحكيم، يعني هل ترى بان الغرب يهول ويضخم اعداد تنظيم الدوله الموجوده في ليبيا؟ والله اول حاجه ترحم على شهدائنا في ليبيا، وثاني حاجه نقول لك ان الغرب اهم حاجه عندهم تو هم ان هم اللي نشبحوا فيه احنا في ليبيا بالذات، ان هم ممولوش في داعش حاليا في صبراتة جو ضربوهم هم. باي لكن المشكله هي الحقيقيه ان اللي دار حفتر تو في بنغازي يدعم حفتر، ما يدعموش حتى في تنظيم الدوله. تنظيم الدوله هذوما يحاربوا فيهم هم برا، وفي اللي يقول لك ان هم اللي مساسينهم وهم مدورينهم وهم مش عارف شنو في الاعلام هذا، وبين احنا الاسر الليبيه احنا والمجتمع الليبي احنا بصفه عامه، فهمتي؟ لكن بالنسبه للمشكله تو، المشكله ان بنغازي حفتر من يدعم فيه تو، يدعموا فيه هم، هذا ما جماعه الخارج الامريكان والامارات والحاجه ما كلهم يدعموا فيه.
نعم. يقول لك بنحاربوا داعش في ليبيا، هاي صبراته ضربوا هم من فوق، احنا ما شاء الله شباب ليبيا كلهم فزعوا ومشوا لصبراته ونقضوا اهل صبراته. نعم. وعلاش ما يبوش يضربوا سرت؟ ما سرت ايش بعباع. نعم، اشكرك عبد الحكيم من مدينه طرابلس، شكرا لك، وانتقل الى يونس من مصراته. اهلا بك يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يونس، هل ترى بان الغرب يضخم ويهول اعداد التنظيم الموجودين في ليبيا؟ بارك الله فيك ورحم الله سادتنا. فيك بارك الله. على الحق على الحق الدور. والله الحق خلي مع احترام، يجب احترام عقولنا الحقيقه، يعني تو الاعلام نتاعهم بالعشرات الاذاعات هاجموا في دعوه لتنين اعلم الله بحالها. هذا واضح لما كان التضخيم موجود موجود، هذه عمله لوحده تحسر زي ما الطبيعي مع احترامي هذه المنطقه اللي استاذ مذكره في الشام الغربيه يلعبوا الخط واحد كله الثوره المباركه، ولكن هي واضح الامر الجليل والاعلام هنا كوبي وراه ما عندوش الا حرب اعلاميه وتضخم رهيب هذا، ومع احترامي الاخوي يقول تو حصروا المجتمع في الدبسم الدبسم مما مع السيسي والسيسي مع الامارات واصل وما زال يقول لي دواعي سمحنا مع احترام مش ما فيش، لكن صناعة غربية بامتياز وواضح الأمر في اليوم تتجلى. خلينا تتمار بنغازي قابلة مع احترامي حتى المبعوث لما تكلمنا عليه. نعم. نعم يونس، أشكرك يونس، أخذت الوقت الكافي يونس، شكرا لك يونس. مشاهدينا أنتقل يقرأ عليكم عدد من التعليقات بصفحة البرنامج على موقع الفيسبوك صفحة ريعام. محمد محمد الأنصاري يقول هناك صراع كبير حقيقي داخل المجتمع الدولي حول الأزمة في ليبيا وحقيقة داعش في ليبيا، وهذا الصراع بين أمريكا التي لا ترى ضرورة التدخل في ليبيا من جهة، وفرنسا من جهة التي تسعى إلى تجنيد دول أوروبا وتقنعها إلى بالتدخل البري من أجل مصالحها وأطماعها. وكينج ليبيا رأيه يقول داعش في ليبيا أعتقد أنهم ليسوا إلا صنع أزلام المقبور ويدعمهم حفتر المهزوم، أنهم قد صرحوا في جميع وسائل الإعلام أنهم مستعدون للتحالف مع الشيطان، وبهذا دخلوا باسم داعش. نعم، أنتقل وإياكم إلى فصل قصير ومن ثم نواصل الحلقة. أهلا بكم من جديد. نظرة الغرب لتنظيم الدولة في ليبيا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام، وسؤاله الرئيسي لهذا اليوم هل يحاول الغرب برأيك تضخيم وتهويل أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ ونبدأ في النقاش مع إبراهيم من بنغازي ومفتاح من درنة. نبدأ مع إبراهيم. نعم إبراهيم أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم، نعم، هل ترى بأن الغرب يهول ويضخم أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ قبل موضوع الغرب لازم أن نعترف نحن بالمشكلة، لازم نساوي بين المشاكل في ليبيا، مش نقول أن في صبراتة داعش وفي بنغازي ثوار، اللي في بنغازي داعش واللي في صبراتة داعش واللي في درنة داعش واللي في سرت داعش، لازم نعترف نحن بالمشكلة نتاعنا قبل أن نطلب تدخل من الغرب، لازم نعترف من طيب إبراهيم فيها. إبراهيم إبراهيم نعم يا أخويا، أنت تقول هكذا. نعم. المبعوث الأممي، ابقى معي قليلا إبراهيم، استمع إلي قليلا وسأفتح لك المجال. المبعوث الأممي قال في مجلس الأمن بأنه يجب التفريق ما بين مجلس شورى ثوار بنغازي وما بين تنظيم الدولة. يا سيد، شورى ثوار بنغازي فيه شرويين وفيه عراقيين وفيه موريتانيين وفيه يمنية، وين شورى الثوار؟ ماشي ثوار خلاص، الثوار انتم من يوم 23/10. طيب ابراهيم، دعنا في صلب الموضوع. ابراهيم ابراهيم، دعنا في صلب الموضوع، هل ترى بان الغرب يحاول تضخيم هذه الاعداد؟ نطلب الوقت تدخل الغرب ليخلصنا من داعش، كيف ما خلصنا من القذافي خلصنا من داعش الغرب. نعم، انت ترى بان التدخل الغربي سيخلصك من داعش. حرام يعني. اشكرك ابراهيم من مدينه بنغازي، وانتقل الى مفتاح من درنة. اهلا بك مفتاح. فقدنا الاتصال بمفتاح. معنا جمال من زوارة. جمال أهلا بك. جمال، فقدنا الاتصال بجمال أيضا. ومعنا سعد من الخمس. أهلا بك يا سعد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله. من معنا؟ أمل من مصراتة. من؟ أمل من مصراتة. أمل من مصراتة، أهلا بك أمل، عذرا على هذا الخطأ أمل. أمل مرحبا بك. أمل، يعني هل ترين بأن الغرب يحاول تهويل وتضخيم الأعداد الموجودة في ليبيا لتنظيم الدولة؟ بارك الله فيك أستاذ محمد. وين فيك بارك الله. اللي طلعت على المباشر طول، أنا ما فيش استقبال يعني طبعا، وطلعت على المباشر مش عارفة لغط في الهواتف ولا مش عارفة. لا ضير في ذلك، مرحبا بك على كل حال. بالنسبة لموضوعك يا أستاذ محمد، أول شيء نتمنى أنك شخص يطلع عن الموضوع تغفل عليه الخط يعني. بالنسبة نحن نحاول يعني أن نراعي مشاعر الجميع وآراء الجميع. والله في كلام ما فيش واحد يسمع يعني، وخاصة احنا قاعدة نسمعه في أغلب القنوات سيبناها كلها يعني، خاصة الكلام المجرح يعني جرح. بالنسبة للموضوع يا أستاذ محمد، أعتقد هو تهويل الدول الغربية للعدد مش ما جاش بلاش، لأن أول شيء بنشوفه كله مربوط بالقضية الليبية. وليش الوقت هذا يعني كثر حتى الأعداد، يعني أعداد يعني كبيرة راهي بدت، هي موجودة موجودة الأعداد هذه، لكن الملفت للنظر في التصريحات الأجنبية إنها ليش توا يعني، واضح ليش توا. أول شيء علينا دائما نقولوا المجرم حفتر ده صناعة أمريكية. ثاني حاجة علاش هم يبوا توا حكومة التوافق باش يكون لها دور في ليبيا؟ لأنهم هم سببهم هو قضاء على حاجة اسمها 17 فبراير وثوار فبراير، يعني توا بيبدوا هيك، وبعدين لما بيتحكموا من الحكومة هذه فأكيد بيعطوهم حتى معلومات على ثوار اللي هم يعني مديرينهم إرهابيين. فهذا السبب هالتأويل كله، إن الغرب وأمريكا بالذات لا يمكن إن هي لو كان قضت على ما يعرف بداعش في العراق ولا في الشام نقولوا بارك، لكن مجرد إنها قضاء على ثوار فبراير. بارك الله فيك. أشكرك أمل من مدينة مصراتة، وأنتقل إلى محمد من بنغازي وأبو بكر من طرابلس. أبدأ معك محمد من بنغازي، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، سأسألك سؤال يختلف عن السؤال الرئيسي ولكن متفرع منه. هنا الصحافة الأمريكية تقول بأن أعداد تنظيم الدولة من 5000 إلى 6500، والصحافة البريطانية تقول بأن الأعداد مئات فقط، أيهما أصدق برأيك؟ وإن كنت تعتقد بأن الصحافة الأمريكية هي الصادقة، لماذا تعتقد ذلك؟ أنا طبعا الأمريكان كذابين، ما نصدقهم من هنا حتى عن حق بعيني ما نصدقهم، الأمريكان كذابين. نعم. لكن أن الليبيين هم ضاخمين برامج كثير، حتى حشاك ينبع كالكلبين في الشارع يقولوا عليهم دواعش، هم اللي مكبرين الشوارخ الليبيين. وطبعا شماعة عند الأعداء الثورة، حتى أعداء الثورة دي شماعة في مناطق ما فيهنش بت اسم الدواعش. المكان اللي انت تشوفه غير المكان اللي فيه ثوار، يقول لك في دواعش. حتى بن وليد اللي فيها خمس ثوار ولا 10 ثوار دايرينها في داروا فيها دواعش، مستحيل بن وليد اصلا يشوف فيها دواعش. وتخطي بن وليد فقعدة شماعة نمكرك والله دقرك يا اخو، تو خاشين حتى على نغمه الاخوان، خلاص دواعش ما عادش فيه، قعدوا يشلطوا ويتهزموا، اظن خوارج العصر هذول. نعم اشكرك. نعم اشكرك محمد من مدينه بنغازي، شكرا لك على هذه المشاركة. وانتقل إلى أبو بكر من طرابلس، أهلا بك أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو بكر، هل ترى بأن الغرب يحاول تضخيم أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ والله بالنسبة للغرب علينا احنا من داخل ليبيا أمات، احنا بالنسبة لنا احنا في ليبيا في ناس بايعة الدمم، بايعة دم الشهداء. أبو بكر فقدنا الاتصال بك أبو بكر، نرجو منك إعادة الاتصال. ننتقل إلى سعد من الخمس ومفتاح من درنا. أبدأ مع سعد، أهلا بك سعد. أهلا وسهلا سعد. يعني هل ترى بأن الغرب يحاول تضخيم أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ بالله في البداية نبي نطلب من المتصلين ان القناة والبرنامج خلينا نستفيدوا من الوقت نتاعها، لان في قنوات خاصة بالتمجيد لو يبوا يمجدوا حتى الاتصال يعني ما يكلفهمش، يعني القنوات هي اللي تتصل بهم، مجرد يعطوا ارقامهم وبامكانهم يمجدوا طول اليوم، بس خلونا البرنامج هذا يعني نستفيدوا منه. بالنسبة لل صرت مش بعيدة، يعني مش في كوكب ثاني ولا في قارة ثانية، صرت قريبة وفي لاجئين كل يوم نشوف فيهم وفي اتصالات بيننا وبينهم، يعني مش في كوكب ثاني. نعرفوا عدد الدواعش كم، يعني امريكا
ما تعطيش المعلومه، حتى العراق دخلت بحجه اسلحه الدمار الشامل والى الان لم نشاهد اسلحه الدمار الشامل. نعم، اعتذرت بعد 10 سنين حوالي. نعم قلت لك بان امريكا اعتذرت للعراق بعد 10 سنوات يعني من الحرب لانها لم تجد اسلحه نوويه. هي عندها المعلومه الحقيقيه لكن ما تعطيكش المعلومه، يعني لما تقول لك معلومه في الاعلام مش معناها انت تمشي بها، هذه معلومه غير حقيقيه. ثاني شيء في نقطه الثاني يقول لك على دواعش في بنغازي وفي براسه، شفت براسه، شفنا الفيديوهات، شفنا الصور وشفنا جثثهم، بالله يورونا بنغازي وين الجثث وين الفيديوهات نتاع الدواعش اللي هم مسكوهم، قالوا مسكنا دواعش وقتلنا منهم، خلينا نشوفهم باش نتاكدوا يعني وين الدواعش اللي في بنغازي. اها نعم، في فرق يعني نتاع صبراته ولا درنا ولا، واضح الفرق يعني. الشهداء اللي شفناهم فيه معروفين باسمائهم بمكانهم بعائلاتهم بكل شيء يعني. نعم، اشكرك سعد من مدينه الخمس وانتقل الى مفتاح من درنا. اهلا بك مفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مفتاح. يعني مفتاح سؤالنا يقول هل يحاول بدري في الانتظار أنا ولا في الانتظار يا أستاذ محمد رمضان؟ في انتظار من بدري أنا. نعتذر لك سيد مفتاح. نعتذر لك على ولكن ضغط الاتصالات هو الذي يبقاك في الانتظار، نحن نعتذر لك سيد مفتاح. سيد مفتاح، يعني هل يحاول الغرب تهويل أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ أنا أقول لك شيء، أول حاجة إن شاء الله ربي يلم شمل الليبيين. بحول الله. ربي شمل، ربي يلم شمل الليبيين اجمعين، وربي طيب النية. تمام، ونحن خوت رانا. وكنا من سمعت خليفة حفتر هذه، كل واحد يسأل خليفة حفتر خليفة حفتر، والله والله العظيم ثلاثة راني لا نعرفه ولا عندي بعلاقة ولا تربطني بعلاقة. والله اللي حارب الخوارج راه. والله حارب الخوارج، والخوارج يحاربوا فيهم الحرب كله يا صدرة. والله ما عنده فيها. طيب مفتاح فيها. مفتاح مش دفاع عن مفتاح فيلم الشمل مفتاح خليفة حفتر. أنا فتحت لك المجال لتتحدث، استمع إلي قليلا مفتاح. الله أكبر على خليفة حفتر، تحية خليفة حفتر. شكرا لك مفتاح. شكرا لك مفتاح، ونحترم رأيك لكنك لا تريد أن تسمعنا، تريد اتجاه الواحد. ننتقل إلى أحمد من بنغازي والعريبي من بنغازي. نبدأ مع أحمد، أهلا بك أحمد. موضوع خليفة حفتر هذا وموضوع موضوعنا ليس خليفة حفتر. لا ليس خليفة حفتر، موضوعنا استمع إلي أحمد. أحمد 1500 استمع إلي 20 ثانية فقط أحمد. السؤال يقول هل تعتقد برأيك أن الغرب يحاول تضخيم أعداد تنظيم الدولة في ليبيا؟ هذه بلا شك إن شاء الله، هذه تضخيم أعداد عشان يدخلوا الفرنسيس ويدخلوا الدول الغربية. تنظيم الدولة ما يطقش حتى 1500 مقاتل كلهم هذه في عظم. والله أكبر، إن شاء الله ينصر ثوار بنغازي واللي توه دواء، قال لك ثوار بنغازي كلهم دواعش وعراقيين وفلسطينيين. بقول لك اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم كلهم بنغازي ورجال ومعروفين بالدين ومعروفين بالاخلاق. السلام عليكم. شكرا لك احمد من بنغازي، ننتقل الى العريبي من بنغازي، اهلا بك العريبي. مرحبا. اهلا بك. العريبي قبلك احمد من بنغازي ايضا قال بان يعتبر بان الغرب يهول ويضخم اعداد تنظيم الدوله بحجه التدخل، يعني كذريعه ليتدخل في ليبيا. كيف ترى ذلك؟ لا وفعلا هو يهول صحيح على الرغم اللي وصفه للدواعش في ليبيا، لكن كوننا نحن عندنا دواعش، عندنا دواعش فعلا في درنا وفي سرت، واللي يقاتل فيهم حياه بخفير الله يرحمه ورفاقته اللي توا قاعدين، واللي قاتلوا في الدواعش اللي في سرت قاعده تضرب فيهم الحقيقه مصراته نحييهم في هذا المساء، اللي قاعد يضرب في سوار اللي يضرب في دواعش اللي يقول دواعش في بنغازي، هذول سوار تايب بنغازي ما يغطوش عين سبت بالغربال، هذول سوار وناس معروفين كما قال السيد اللي قبلي انهم هم ناس سوار. نعم. فعلا قاموا بثوره 17 فبراير وحيستشهدوا على ثوره 17 فبراير او تنتصر باذن الله. نعم. لكن الدواعش فعلا ان المجتمع الغربي قاعد يهول في الموضوع على حسب مصالحه هو، على حسب سيطرته على النفط وعلى الامور هذه نحن عارفين انا ما نقبل شيء. نعم. نشكرك العريبي من مدينه بنغازي وننتقل الى عبد الحفيظ من طرابلس وعبد القادر من طبرق. ابدا معك عبد الحفيظ، اهلا بك. اهلا مرحبا بك. اهلا بك عبد الحفيظ، يعني هل ترى بان الغرب يضخم اعداد تنظيم الدوله الموجودين في ليبيا؟ لا، انا هذا المفروض يفهم كل ليبي طبعا، هذه حيله تضخيم الدواعش بالمنطقه وفي ليبيا
للمبرر للدخول لليبيا. الدواعش موجوده طبعا، اذا كان موجودين اغلب الدواعش 90% من الدواعش هذه موجوده في سيرت وموجوده في ليبيا في بعض المناطق، هذا كلها من الاجانب. اما الليبيين طبعا لا يتعدوا 5% او ممكن اقل، ممكن 2%. الغرب يهول في الموضوع، من حقه انه هو احنا لقى الساحه ولقى الليبيين في خصام ويبي يتدخل ويدير في اي طريقه لتهويل الموضوع. اما الموجودين في صبرات شفناهم احنا وشافوا الليبيين كلهم انهم اجانب وبالاسماء معروفين، وتونس اعترفت به بوجودهم واعترفت باسمائهم. اما الموجودين في بنغازي نبوا احنا اخواننا اللي في بنغازي، اي داعش يلقوه يطلعوه في الاعلام اللي ماتوا في بنغازي اللي استشهدوا ويقولوا دواعش هذين الليبيين واسرهم واهلهم معروفه، ليش يقول دخلتوا في المواضيع؟ انا نبي اللي يتكلم من بنغازي ويقول لي دواعش في بنغازي، طلعوهم دواعش، احنا نبغى نعرفوه ونمشي نقاتلوه معاهم في بنغازي. اما تستغل الموضوع باش تجيب الغرب وبتجيب تدخل، والغرب من حقه انه يدير اي مبرر باش يدخل ليبيا. نعم. نشكرك عبد الحفيظ من مدينه طرابلس، شكرا جزيلا لك، وننتقل الى عبد القادر من طبرق. اهلا بك عبد القادر. اهلا وسهلا بك عزيزي. عبد القادر، يعني هل ترى بان الغرب يحاول تضخيم اعداد تنظيم الدوله الموجودين في ليبيا؟ هذا شيء لا غبار علي يا سيدي فاضل. بالنسبه لل ان في دواعش في ليبيا، هذه فعلا ان في، بس نسبه 2%، اما الباقي كلها كذب، فهمت؟ يعني كيف نقول لك؟ اغلب اللي حاربوا في بنغازي هم ثوار. نعم. والغرض من الشيء هذا ابعاد الثوار من المشهد الليبي. من وراء السيد الصنديد المعفن خليفة حفتر، وهذا ما عندي ما نقول. يعني نشكرك عبد القادر من مدينة طبرق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل لنقرأ عليكم عدد من التعليقات بصفحة الفيسبوك. ابن بورقيقة يقول: أنتم في قناة النبا قلتوا الغرب يهول من أعداد تنظيم الدولة بحوالي 5000 عنصر، وقلتوا لا هم تقريبا 2000 عنصر. باي خلي نقولوا أن الغرب صادق والتنظيم 5000 عنصر. تباهي وين التوار الأشاوس؟ معقولة 5000 عنصر فاتحين فيكم شارع؟ وعاطف المشاي يقول: أعتقد أن عددهم ليس بكثير، ومكان تجمعهم في سرت، ومن الممكن القضاء عليهم بتوحيد الصفوف، ولو تمكنا من تحرير سرت سينتهي مسلسل داعش في ليبيا، ولسنا بحاجة للتدخل الغربي. مروان الوهمي: أعتقد أنها مدعومة من الأزلام، حيث تم شراء بعض الذمم من تونس ومصر وتشاد مع بقايا النظام السابق، نظام المقبور. بل علي القمودي يقول: بل أعتقد أن التحليل بعدد أفراد التنظيم صحيح، ويجب أن نتحد لمحاربته وبسرعة. مشاهدينا سنواصل هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفصل. بكم من جديد. نظرة الغرب لتنظيم الدولة في ليبيا هو موضوع حلقة اليوم الرأي العام، والسؤال الرئيسي يقول: هل برأيك يحاول الغرب تضخيم وتهويل أعداد تنظيم الدولة في ليبيا؟ نستأنف الحوار والنقاش مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي، ومعنا محمود وإبراهيم كلاهما من طرابلس. أبدأ معك محمود، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود، هل يحاول الغرب تضخيم أعداد تنظيم الدولة في ليبيا؟ والله نحييك أستاذي أستاذ محمد، ونحيي كل المشاهدين. حياك الله. وبصراحة اليوم الحلقة مميزة ورائعة صراحة. شكرا لك. ونتمنى يعني كل الحلقات وكل أغلبية يعني المشاهدين المتبعين يعني بصراحة بكل صراحة حلقة من محترمة بمعنى الكلمة. شكرا جزيلا. بنقول كلمة طيبة للسيد عبد الله، سامحني. سيد عبد الله بالله ما عادش نبوا مجد وحد احنا يا ليبيين. وبنخش في صلب الموضوع ان شاء الله. بنقول كلمة: سكروا الشيشمة الحنفية، الحنفية وين في مصر؟ اللي هو قداس الدم. نعم. طيب محمود، محمود. محمود، فتحت لك المجال لتتحدث بما يجول في ذهنك وفي خاطرك، وأشكرك على ما قلته لنا والإطراء الذي قلته لنا. ولكن محمود، نريد منك، يعني هل ترى بأن الغرب يحاول تضخيم الأعداد في ليبيا؟
بكل تأكيد. هي صناعة منين؟ هي صناعة حفتارية، صناعة قدافية، صناعة، هي صناعة واضحة. احنا الليبيين الحمد لله نعرف كل شيء. هذه ناس تضيع في الوقت، يجيب لك شباني في تونس عمره مش عارف كم، يجيب لك مش عارف سيسي وكان مش عارف شنو هو. ولهذا تعبنا هنا الليبيين، المفروض نلموا بعضنا ويصرنا من هالمشاكل. نعم، أشكرك محمود من مدينة طرابلس، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى إبراهيم. أهلا بك إبراهيم من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم، يعني هل ترى بأن الغرب يحاول تضخيم أعداد تنظيم الدولة في ليبيا؟ هو الغرب كله حسبنا احنا دواعش، كنا مسلمين كنا حسبنا دواعش، هذا الشيء باهي نعم. والشيء الثاني نبي نقول لدار الافتاء، قصدي هل جائز ولا غير جائز التفاوض والتحاور مع التنظيم هذا التنظيم؟ قصدي ما دعنا من دار الافتاء اليوم، حتى مش من الملة ابراهيم تحاوروا معه. ابراهيم نعم، دعنا من دار الافتاء وقل لي، هل ترى بان الغرب يحاول تضخيم هذه الاعداد ولماذا؟ ما هي المصالح التي لديه؟ إن هو مستحيل يخلي لك حكومة حد يحكمك يتكلم بحاجة اسمها إسلام ولو شرع الله، ولو ضروري ضروري الريموت كنترول عنده هو الحكومة اللي يحكمك، أنت المسلم اللي يحكمك، أنا الريموت عندنا أنا اللي نتحكم فيه. القذافي كان قريب أكثر من 40 سنة وعندهم الريموت متاعه، لكن توه يبوا يحطوا لك توه عند حفتر الريموت متاعهم، الريموت متاع حفتر عندهم هم يحركوا فيه كيف يبولك ناس لا تتكلم على الدين لا ملة، ما فيش تكلم عليه داعش دواعش نقتلوا نحرروا والله أكبر مش عارف شنو كلام زايد وشاش وشرطة وكلام زايد وخلاص. نعم، أشكرك يا إبراهيم من مدينة طرابلس، وأشكر محمود أيضا، أشكركما أنتما الاثنان. وأنتقل إلى ميلود من زوارة وصبري من الخمس. أبدأ معك ميلود، أهلا بك. نعم أهلا بك ميلود. ميلود، هل ترى بأن الغرب يحاول تضخيم وتهويل أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ أول شيء أشكرك على طيب هذا. لو تقف بمكان به تغطية. أول شيء نشكرك على البرنامج الطيب هذا. شكرا جزيلا لك. ونشكر قناة نبا على البرنامج الممتازة جدا. نعم. أنا أطلب يعني سؤال هذا واضح، لكن نطلب من الطرف جبنا حلقة ثانية ما يقوم به الإعلام السنتي لليوم ضد ليبيا. بحول الله بحول الله سيكون ذلك. الغرب طبيعة ذلك، الغرب لا يتحكم في الدول العربية بأي طريقة والأمور العدل يجوز وجود من اللي يخشى. ميلود ميلود ميلود، لو تتحرك من مكانك قليلا، نحن لا نستمع جيدا. قلت لك الغرب يهول تهول بالعدد، يعني نعم يعني غير صحيح العدد في بريطانيا او في امريكا. نعم، اشكرك ايضا ميلود من مدينه زواره، رداء في الصوت، ولكن ما فهمته منك هو انك تعتبر بان الغرب يهول هذه الاعداد لمصلحه في صالحه هو. ننتقل الى صبري من الخمس، اهلا بك صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام. صبري، هل يحاول الغرب تضخيم وتهويل أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ لا لا يا أخي، بالنسبة لأمريكا عارف العدد 100%. طيب هناك هناك متصلين قبل، معلش غير خليني وضحك. تفضل تفضل يا أخوي. تفضل. الأمريكا عارف العدد 100%، وبالنسبة لداعش هذه عبارة عن شركة متعددة الجنسيات، مهمتها وما عملها هو القتل والتفجير والتدمير والتخريب والترهيب. بالنسبة لأمريكا عارف أن العدد 5000 و6000 لأن عميلهم حفتر هو الآمر متاعهم، ومن يقوم بالقتل ومن قتل آل سويد ومن فجر الثانوية العسكرية في بنغازي اللي هو العز الدين الوكواك واللي مازال ذراع حفتر اليمين، ومن قتل العقيد البرغفي والنقيب واللي طلعوا العواقير على التلفزيون وقالوا هذا لينا وهذا لينا وسوف نحل المشكله اجتماعيا يعني بالرز واللحم، واللي دمروا بنغازي واللي قتلوا آل الكرشيني واللي قتلوا الشيخ نبيل فاطي والمشايخ متاعين القران واللي قتلوا الشيخ محمد
الشيخ هذا اللي عمره 95 سنه من ايام الملك وهو يحفظ بالقران اللي طلعوه على الفراش من هوشه. نشكرك صبري من مدينه الخمس، شكرا جزيلا لك، واشكر كذلك ميلود من زواره. اشكركما مشاهدينا، ننتقل لنلقي نظره على الاستطلاع بموقع الرسمي للقناه النبأ دوت تي في. السؤال الرئيسي يقول: هل يحاول الغرب تهويل اعداد المنتسبين لتنظيم الدوله في ليبيا؟ والان ستظهر امامنا النتائج في الاستطلاع، يمكنكم التصويت من خلال الموقع الرئيسي للقناه النبأ دوت تي في كما ترون هذا الاستطلاع، وستظهر الان النتائج على يمين الشاشه. 40 يقولون لا يرون بأن الغرب يهول في الأعداد، و43 يرون بأن الغرب يهول في الأعداد، و40 لا رأي لهم في هذا. إذا نعود لنستكمل الحوار مع المشاركين عبر الاتصال. معنا ميلاد من بني وليد والعقوري من بنغازي. أبدأ مع ميلاد من بني وليد. أهلا بك ميلاد. ميلاد، فقدنا الاتصال بميلاد من بني وليد، نأمل أن يعيد الاتصال بنا. وننتقل إلى العقوري من بنغازي. أهلا بك العقوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العقوري، يعني هل ترى بأن الغرب يحاول تضخيم وتهويل أعداد تنظيم الدولة الموجودين في ليبيا؟ طبعا موضوع داعش في بنغازي، اللي صنع موضوع داعش في بنغازي هي القبلية اللي عندنا احنا في بنغازي. دعنا من المناطق، تحدث لنا عن وجودها بصفة عامة في ليبيا، يعني هل تعتقد بأن الغرب يضخم هذه الأعداد أم لا؟ طبعا أكيد يضخم في الأعداد في بنغازي باعتبار. وما الغاية وراء هذا التضخيم برأيك؟ نعم؟ وما هي الغاية وراء هذا التضخيم برأيك؟ الغرب التدخل، طبعا أكيد الغرب تدخل في ليبيا. واللي أعطى مجال للتدخل في 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 ليبيا بالذات هم القبلية اللي عندنا احنا في شرق ليبيا. ايا كان من ثوار بيقولوا عليه داعش، ايا كان، حتى حاليا الموضوع ماش قاعد موضوع ديني، الموضوع قاعد ايا كان شخص عنده يعني كما تقول اموال، انه حالته الماديه كما تقول متريحه، يتهموه انه داعش عشان يخشوا يستغلوا ويسرقوا ويان تو حاليا. فهذا الموضوع اللي تو حاليا صاير في بنغازي في الشرق الليبي بصفه عامه. اشكرك العقوري من مدينه بنغازي، وانتقل الى زوي من تزربو. مرحبا بك زوي. مرحبتين محمد، كيف حالك؟ أهلا بك زوي. زوي، هل تعتقد بأن الغرب يضخم ويهول أعداد التنظيم الموجودين في ليبيا؟ يا أخ محمد، هذا هي صناعته هو عارفها، لكن هي صناعة الغرب، هم عارفين أعدادها، لكن المشكلة. طيب لدينا دولتان غربيتان زوي. نعم. زوي. نعم. تسمعني. نعم. لدينا بريطانيا ترى بأن الأعداد لا تتجاوز المئات، في حين ترى أمريكا بأن الأعداد تتجاوز الآلاف. ماذا تعلق على ذلك؟ والله يا أخ محمد، الأعداد طبعا هذا مجالسهم السجل، عبارة عن أعداد وهمية يعطوفين وخلاص، عمالة تخويف للشعب، تخويف للشعب الليبي. ثاني حاجة احنا شو بيشكلوا علينا 5000 و6000، ولو احنا الشعب الليبي متحدين سواء الشرق ولا الغرب المفروض نحولوها بك كلمة شرق غربي. والله جريمة ننطقوا فيها بأسمائنا كلمة شرق وغرب. جريمة. نعم. احنا يا رجل 5 مليون. نعم. أشكرك زوي. متحدين هالكلام ما جاناش يا أخ محمد. تفضل زوي، تفضل. على 5000 ولا 6000. زوي. نعم. تفضل زوي. أيوه قلت لك. ولو ان متحدين الكلام هذا لا دخلوا لنا 5000 ولا 10 ولا 5، ما شكلوش علينا خطر. اذا اشكرك زوي من تزربو، اشكرك واشكر كل من شارك معنا في حلقه اليوم ومن اتصل بنا. نحن نحترم كل الاراء ونحن نقف على مسافه واحده من كل الشعب الليبي. نسال الله ان يوفقنا لما فيه صالح لهذا الشعب الكريم. مشاهدينا، بهذا وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، انا محمد العجمي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية:
021-362-03-02 021-362-03-03 021-362-03-04 021-362-03-05